العلة فين؟ يعني ليه لماذا يحاكم على 5 فيلات ولا يحاكم على يعني لأنه ملايين ومليارات الفلوس اللي يعني خرجت؟ ايه علاقة ان انا اشتريت 5 فيلات من حسين سالم واشتريتهم او يمكن اداهم لي هدية؟ ها؟ ايه علاقة ده بتهريب اموال بمليارات؟ ها؟ صح. يعني واخد بالك؟ ايه علاقة ان انا قتلت المتظاهرين بتهريب الاموال؟ ايه علاقة تصدير الغاز بثمن بخس اقل من سعره العالمي بتهريب اموال؟ بتهريب الاموال. اذا هذه القضايا ليس لها علاقه بتهريب الاموال. تهريب الاموال هي قضايا تبحث امام اداره الكسب غير المشروع في وزاره العدل، ويجب ان يكون هناك ادله وبراهين تجعل القاضي يحيل وبالتالي لا يحق لمصر أن تطلب هذه الأموال ما لم يكن طلبها مسنودا ومشفوعا بحكم قضائي. بالضبط. أما وأنه ليس هناك قضية أصلا فنقول عوضنا على الله. لابد أن يكون حكما قضائيا نهائيا وباتا. نمرة واحد. نمرة اتنين، أن الدولة اللي هتفرج عن هذه الأموال هتشوف الحكم ده بيقول إيه. يعني هنفترض أنه مثلا الرئيس مبارك عنده 200 مليون دولار في اي بنك بلوكيا. هل ال 200 مليون دولار دول كلهم نتيجه فساد؟ مثلا قد يكون. شوف مرتبه كان باخد كام يا فندم. لا ما اقصدش، انا اقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ انك انت ممكن الفساد يبقى ازاي؟ انك تقاضيت رشوه وحولت هذه الاموال، اموال الرشوه الى البنك في سويسرا. كويس. تقاضيت عموله، وانت لا يجوز لك ان تتقاضى عموله طالما انك يعني رئيس دوله او موظف عمومي في الدوله. فهنا والاموال دي تحولت الى البنك. اذا احنا بنتكلم على المال المهرب غير المشروع.